على طاري هذا، في شباب راحوا سفرة لأوروبا ونزلوا في فندق في هولندا، وأرسلوا خوي لهم يجيب لهم الحمى، معهم العدة، معهم زدر الضاغط والرز والمعاميل. وأرسلوا وجاب لهم والله ما أدري شقاق تيس ولا الشاهد في الأمر، جو وزبطوا وشبكوا معهم الزدر الضاغط على الكهرب. عجيب. اي وشبكوا في غرفتهم، يوم خذوا شيء ويطفي الكهرب. المهم ويجون يتفقدون حقنا الفندق ومدري ايش، يراجعون وهذا، وشغلوا الكهرب. يوم خذوا شوي وشافوا اشتغلت وشبكوا شو اسمه جدرهم، طفت الكهرب مره ثانيه. تحمل. اي مره ثانيه ثالثه، جو اداره الفندق يطقون على غرفه واحده واحده يشوفون ايش عندهم. يوم قالوا انت ربعنا متحضنين جدر الضغط، قالوا شو اللي معكم ذا؟ قال كان جاي ليه عشتنا فيها شيء؟ قال لا والله احنا، قالوا الكهرب حقت الفندق هذا على الطاقة الشمسية. اي نعم، وما تحمل جدر الضغط حقكم، وصار المدينة دي اغلب الفنادق اللي فيها على الطاقة الشمسية، او يعني الكهرباء ما تتحمل، لانه يبدو انها بلد بارد، ما عندهم مثلا مكيفات. الشاهد في الامر، وصاروا يحطون تعميم وريكتين صغيرة رجاء لا تطبخ في غرفك. عقب جدر الضغط حقه غيروا سياسة شو اسمه الفندق.